أوكي شباب، الله يعطيكم العافية. اليوم بدنا نتكلم عن العملية الثانية من عمليات الضرب على المتجهات. المرة الماضية تكلمنا عن الدوت برودكت اللي هو الضرب النقطي، وقلنا فعليا عملية بجريها بين متجهين وكانت بسيطة جدا. أهم شيء كان بالنسبة لي تركزوا على الخصائص وشلون أساوي عملية الضرب النقطي. قلنا طبعا أهم جزء شيء عندي أنا دائما عندي تو فيكتورز بيكونوا متعامدين عموديين على بعض، يعني اذا كان الدوت برودكت لهم بيساوي صفر. طبعا النظريه كانت اف على الاف. العمليه الثانيه بضرب المتجهات، عمليه الضرب ب الضرب الكروس برودكت، يعني الضرب التقاطعي. والكروس برودكت بيكون ناتجه عباره عن متجه، يعني الريزلت بتكون متجه. قبل ما نفوت بالخصائص او ندخل بالخصائص وما الى ذلك، خلينا نروح نتعرف على الضرب النقطي، الضرب التقاطعي اسف، ونشوف لنا مثالين شلون ممكن نوجد الضرب التقاطعي لتو فيكتورز. بعدين بنتطرق للخصائص، وفي عندي خاصيتين مهمات ممكن ناخذهن، وما بدناش نتوسع كثير لانه صرنا شوي متاخرين عن الناس، لانه بالي طويل شوي او روحي طويل شوي زي ما بقولوا. بس يعني هاي امور تحل ان شاء الله، ما فيش مشكله. اوكي، خلينا نروح نشوف شو تعريف او شلون ممكن نساوي الكروس برودكت بين تو فيكتورز. انا بكل بساطه عندي تو فيكتورز A اند B، بدي اعمل لهم كروس برودكت. فبكل بساطه خلينا نكتب لكم التعريف لا اكثر ولا اقل بالبدايه، بعدين بنروح بنخوض بالاشياء. بس خلينا نكتب لكم التايتل هون برضه مش غلط. اوكي، عشان نضل متذكرين احنا شو اللي بنشتغل عليه. It is the cross product. The cross product يا شباب بكل بساطة the cross product of two vectors. صحيح بجوز كتعريف صعب ان نكتب، بس بدي اكتب كل الريزلت شو هي الصحيح. The cross product of two vectors A and B، راح اكتبهم هسه شو هم. A طبعا راح اكتبهم بلغتي هاي او باستخدام ترميزي هاب. طبعا يا شباب بجوز صوت التليفون ليش بكتبهم بالطريقه هاي، بعدين ما عنديش تولز الصحيح بال شو اسمه عشان ارجع ارقمهم. And B، يعني ما عندي تولز احط اسهم الا ارجع اكتبهم بايدي. عندي تو فيكتورز، ذن او خلينا نقول ذا كروس برودكت، او خلينا نقول لكم بالله اعذروني بدي اعدل الستيتمنت شوي. قلت A بيساوي كذا and B بيساوي كذا، ذن the cross product of A times times B is given by. يعطى بإيش شباب؟ خلينا نشوف الصيغة اللي يعطى فيها ال cross product. بس بعد إذنكم بدي أرجع رقم الأشياء. This is A a vector. This is A1 الإحداث الأول. الإحداث الثاني وأنا بتعمد الأشياء هاي مشان أظل أذكركم فيها. This is B is a vector. الاحداث الاول سميته بي 1، الاحداث الثاني بي 2، الاحداث الثالث بي 3، ولازم افصل بيناتهم فواصل، او مثل ما قلنا بنحطهن اي 1 مضروبه باي، اي 2 مضروبه بجي، اي 3 مضروبه بكي. This is up to you how to write them. The cross product between A and B، بنحط رمز الضرب العادي اللي بنعرفه من المدرسه. اوكي شباب، the cross product العادي. The cross product of these two vectors is given by what؟ شباب راح نقول ال A كروس بي is given by. شو اللي بدي اساوي؟ راح اقول هاي بتساوي، بدي احط زي شرطتين المطلق الصحيح. بعدين بالمثال راح اوضح لكم شيء. طبعا كون كتابنا بكتبهن باي وجي وكي، بدي تحطوا لي هون اي جي وكي،
هذول ديروا بالكم فيكتورز. اوكي شباب، ممكن انا بعدين اكتب لكم اياها يعني بلغتي هاي بالنوتيشن تاعي هذا، يعني بجوز لانه بكون اسرع لكم نوعا ما بالحل، بس بدي تضلوا ديروا بالكم شلون انقل من الصيغه تاعتي هاي اللي بكتبها مشان انا اسهل حالي للاي والجي والكي. شو بتحط هون؟ بتحط الفكتور الاول زي ما هو، تحت اي بتحط الاي واحد لان معاملها، معامل الجي اي اثنين، معامل الكي اي ثلاث. معامل البي راح يكون عباره عن معامل الاي راح يكون، او اسف احداثيات البي، معامل الاي راح يكون بي واحد، معامل الجي راح يكون بي اثنين، ومعامل الكي راح يكون بي ثلاث. شباب الشرطتين هذول بنقصد فيهن محددة مصفوفة، لأنه هاي صارت عندي مصفوفة ثلاثة ثلاثة. في مين كل أخذ جبر خطي بيعرفوا الأشياء هاي بتفاصيلها، اللي ما أخذوا جبر خطي أن ما بيعنيني إلا تعرفوا إنه إيه هيك بحط الكروس برودكت. شو معنى هذول الشرطتين؟ معناها محددة. شلون بدي أوجد المحددة هاي؟ رح أقول هون يساوي، بدي تساوي لي الآتي يا شباب. أول خطوة، أول خطوة بدي تحطوا لي هون ناقص، هون آسف زائد، بتخش حطوها الزائد عادي ما فيش مشكلة، وبتحطوا لي قوس هون، أو إذا بتخش تحطوا القوس بتحطوا لي برضو التالي، شرطتين صغار زي هذول بس زغروني شوي مش طوال، هسه بقول لكم ليش. وتيجي بتحط لي هون آي اللي هي الآي هاي، بعدين بتحط لي ناقص وهاي اللي بدي اركز فيها، بعدين نفس الشيء الشرطتين هذول، حسب اقول لكم شو بنحط جوات الشرطتين هذول. ومشان كوني بعدني بكتب هيك هون راح يجيني برضه عشان الكي، هون راح يجيني ناقص، بعدين راح يجيني الاي، بعد الاي راح يجيني الجي كفكتر، بدي ظلوا متذكرين هاي، بعدين هون راح تيجيني هاي زائد ما في مشكلة فيها، هي المشكلة بس بإشارة مين الوسط هذا اللي هو ناقص جي، بعدين راح يجيني زائد وهذا كي. طيب مشان نعرف شو هذول يا شباب خليني استخدم لون فاهي نوعا ما شوي واساوي هالشيء التالي. طلعوا لي يا شباب مشان اعرف شو ما داخل الشرطتين هذول، بكل بساطة بدكم تتكلم عن اي، هذا معامل اي بده يصير صح ولا لا؟ معامل اي هاي معاملات اي، بتروح بتلغي الصف تاع اي، هذا صف والعمود تاعها بدناش نشوف من هذول. شو بضل عندي يا شباب؟ بضل عندي اي 2 اي 3 بي 2 بي 3، بتروح بتحط اياهم بداخل الشرطتين هذول، بتصير هاي مصفوفه كانت 3 ب 3 يعني صفينا ارقام فعليا ثلاث صفوف وعندي ثلاث أعمدة، لها سبب بقول مصفوفة ثلاث بثلاث. هون بتساوي لي نفس الشيء، بتساوي مصفوفة اثنين باثنين، رح ضل عندي A2 A3 بعدين B2. هذا طبعا اللي أخذته زمان إذا أخذته بالجبر الخطي أو مواد ثاني، اللي أخذه طبعا كنا نسميه الديتيرمينانت للمصفوفة بي ثلاث. فإذا بتعرف أنت توجد الديتيرمنت المصفوفة الأمور سهلة جدا إن شاء الله. أوكي نيجي لمعاملات جي. معاملات جي بتساوي بنفس الأسلوب، بتحاول يا شباب تغطي صفة وعمودها بنفس الأسلوب وتأخذ الباقي. طبعا هاي بصير تساويها بالنظر، ما في داعي إنك تظل تساوي زي ما بتساوي قاعد، يعني بس لأن بكل بساطة بدي اشرح لكم. طبعا صفها هذا صفها وعمودها راح يكون هذا الجي، فانا اذا غطيت هذول راح يضل اي 1 اي 3 بي 1 بي 2، هذول اللي راح اعبيهم هون اي 1 اي 3 بي 1 بي 3. اوكي ننقل لمعامل الكي. شو بتساوي؟ بتساوي نفس العملية لا أكثر ولا أقل. اللي بتساوي بكل بساطة بتيجي بتقول والله بدي أغطي صفها وعمودها. طبعا أنا راح أخذ دائما أوبس آسف راح أخذ دائما الصف الأول
تماما. اللي اخذوا جبر خطي بيعرفوا ان انا بقدر اخذ اي صف واي عمود حقي. اللي راح يضل عندي المربع هذا فقط اي واحد اي اثنين بي واحد بي اثنين. هذول بتيجي بتحط لي اياهم هون اي واحد اي اثنين بي واحد بي اثنين. اوكي شباب. طيب شو استفدت انا من هالكلام؟ هسه شلون بدي اوجد هذول؟ بكل بساطة كل بساطة بتساوي التالي. هاي راح تساوي اللي يساوي تحت اللي يساوي. هاي زائد ما بتعني نيس. دائما هذول كانت تحسبهن العملية بتكون بسيطة جدا يا شباب. بتفتح قوس عادي ما فيش مشكلة. وبكل بساطة العملية هاي راح تعطيني الاي اثنين ضرب بتضربهم قطري زي ما هيك. خلينا استخدم لون مختلف. تضرب هذول هيك مع بعض وبتاخذ وبتطرح منهم حاصل ضرب هذول. اوكي. فراح اقول اي اثنين ضرب بي ثلاث ناقصا اي اثنين ضرب بي ثلاث. اسف بعتذر. ضرب بي اثنين ضرب اي ثلاث ناقصا اي اثنين بي اثنين بعتذر بي اثنين ضرب اي ثلاث. هذا كله مضروب في اي. بعدين بيجيك الناقص. هاي الناقص ضروريه شباب ما بدناش ننساها. بعدين راح يجيني القوس الثاني فيه نفس العملية راح اساوي. ما راح اساوي شيء جديد. راح اضرب هذا بهذا واطرح منهم حاصل ضرب هذا بهذا. فحاصل ضرب هذا بهذا راح يكون اي واحد بي ثلاث ناقصا اي واحد بي ثلاث ناقص بي واحد بي ثلاث. هذا معامل الجي زائدا اخر واحد راح يكون عندي بنفس الطريقه. راح اضرب هذا بهذا وناقصا حاصل ضرب هذا بهذا اي واحد بي اثنين ناقصا بي واحد في اي اثنين. هذا مضروب بالكي بالكي. شباب اذا بتحبوا تكتبوهن باللغه اللي انا بكتبها فوق هاي كاقواس انتوا بس هيك بتحطوا بكل بساطه. اذا بدكم اياها هذا alternatively يعني بكافئ هذا الكلام اني اقول زي هيك نفس الشيء. راح اقول الفكتر هاب بتجيب هاي هون فاصله فاصله. فانت كل اللي راح تجيبه هون اذا بتحب تكتب باللغه هاي راح تقول A2 B3 ناقصا B2 A3. طبعا ما بدي نحفظه هذا راح نشوف بنمارسه بالأمثلة وأظن راح تكون الأمور سهلة. ديروا بالكم هاي ناقص يا شباب A1 في B3 ناقصا B1 في A3. بعدين A1 في B2 ناقصا B1 في A2. إذا بتحبوا تكتبوا بالطريقة هاي. أوكي شباب. هذا تعريف الكروس برودكت. طيب خلينا نشوف مثال بكل بساطة. لو مشينا لمثال وقلنا إكزامبل مثلا find أو بالأول given A اللي هو بيساوي مثلا واحد اثنين ثلاث و B بدكم تحطوهم بالآ والجي والكي مثل ما قلت لكم برضو عادي. البي راح يكون عبارة عن مثلا ناقص اثنين واحد خمسة.
اوكي شباب، شو اللي راح اساوي فعليا؟ بدي اوجد المطلوب مني اني اوجد find a cross b. اذا بدي اوجد a cross b بكل بساطه راح اقول a cross b اما بتحطوهم بالاي والجي والكي مثل ما قلت لكم. اذا بدكم تحطوهم بالاي والجي والكي بدكم تحطوهم عادي، بس حطوا لي هاي هيك. هذا الصف مش غلط تحط لهون سطر بس مشان تتذكر انه كان في هون اي جي كي. اذا بدكم تتركوهن باقواس زي هيك، بعدين تحط الفكتور الاول زي ما هو 1 2 3، بعدين الفكتور الثاني ناقص 2 1 5. راح اوجد لكم اياهم بالطريقتين بهاي وبهذي مشان تعرفوهن 1 2 5. هاي شو راح تساوي؟ اذا بدكم تحطوا الاقواس ساي اسهل بدون اي وجي وكي. تذكروا لي هون في إشارة زائد لشيء معين، بعدين هون في إشارة ناقص لشيء معين. أنا بهمني أكثر شيء إشارة الناقص بالنص لأنه زوائد بالأخير مش راح تفرق معي. وفي عندي هون شيء معين. شو الشيء المعين اللي هون؟ خلينا أذكركم. أول شيء أنت بدك تشطب الصف هذا، أنا حطيت سطر بداله، أشطب العمود هذا. فأنت راح تأخذ 2 ضرب 5 هذا ضرب هذا، بعدين هذا ضرب هذا. 2 ضرب 5 ناقص 3 ضرب 1. 2 ضرب 5 10 ناقص 3 راح يطلع 7. فالعدد اللي راح احطه هون ابسط اول شيء اللي هو 7. اوكي، بنقول بعدين على مين؟ على العمود الثاني. هون راح اقول 1 ضرب 5 5، 3 ناقص 3 ضرب ناقص 2 ناقص 6. وفي ناقص يا شباب ديروا بالكم لانه الثاني ناقص، حاصل هذا بهذا 5 ناقص 3 ضرب ناقص 2 اللي هي 6 موجب بتصير، لأنه في ناقص ناقص و5 بيطلع 11. بعدين بنسى هذا مشان ما أخربطش، بحب أحط عليهن الصحيح الخطوط هاي. بعدين راح ألغي هذا محاض، راح أضرب 1 ضرب 1 راح يكون 1. بعدين ناقص حاصل ضرب هذا ضرب هذا، حابين تحطوا سالب هم شن ذكروا، ناقص ناقص موجب 2 ب2 4، وكان عندي 1 هون 5، بكون خلصت. اوكي، الاقواس انا هذول حطيتني شباب الصحيح هون مشان بقيت بدي احط العمليات شلون كلها، بس ما فيش داعي نقدر نحسبها بالطريقه هاي، ما فيش داعي لين هسه راح تكون الامور بالصوره هاي. فهذا فعليا الكروس برودكت لهم، وراح يكون فيكتور يا شباب اللي هو اذا كتبوه بلغه اي جي كي راح يكون 7 مضروب بالاي ناقص 11 مضروب بالكي، بعدين 5 مضروب باس ناقص 11 مضروب بالجي زائد 5 مضروب بالكي. عمليه بسيطه جدا ما فيها شيء. اوكي يا شباب، عمليه بسيطه ما فيها شيء. اذا ظل معنا وقت بنرجع بنحل من الاسئله شلون نوجدها. اوكي، لا بتجدوها زي هيك، او بتحطوا اي وجي وكي وبتحطوا زي ما كتبت انا بالتعريف. تمام، بتمنى هاي الامور تكون واضحه. خلينا نرجع للخصائص، نتبع الخصائص مع بعض واحد واحد، لانه الاشياء بسيطه ان شاء الله ما فيها شيء، ابسط مما متخيل. طبعا يا شباب انا ما بعنيني بعض الافكار صح، بعنيني اوضح هون بعض الاشياء، في بعض الاشياء احنا ما بتعنينا ما بدناش اياها. اوكي شباب، تطلعوا لي هون على هذول، هذول بدي اقولهم كلاما وبدي تركزوا لي فيهم. في شيء ما بدي اياه، دائما بدي تعو التالي. شو اللي بدي تعوه؟ انه A cross B دائما دائما معامد على مين؟ على على A و B، او بلغة ثانية بنقدر نقول، وخلينا اوضح لكم اياها لانه هاي من اللي بهم مني. دائما دائما يا شباب دائما عندي يا شباب خليني اوضحهم هون كلهم. اوف كروس برودكت، اول خاصيه بدي تعرفوها اللي هي بتقول the cross product of two vectors
is perpendicular to هسه بعبي لكم الفراغ هذا الكروس برودكت للتو فيكتورز الشباب يكون متعامد عليهم اثنين. يعني بكل بساطه اذا كان عندي تو فيكتورز فبالتالي الفيكتورز هذول خلينا نقول اسمهم A and B الكروس برودكت شو بده يكون؟ بده يكون معامد على A و B يعني بده يكون عمودي على الاول والثاني. شو معنى هذا يا شباب الكلام بلغتنا اللي اخذناها المره الماضيه؟ معنى هذا الكلام رياضيا خلينا نكتب لكم اياها. This means بدي تذكروه هنا هذا This means انه A cross B هذا الكروس برودكت دوت A بيساوي صفر. يعني تذكروا احنا بنقول two vectors are perpendicular اذا كان عندي الدوت برودكت لهم بيساوي صفر. طيب انت بتقول لي انه الكروس برودكت للتو فيكتورز هذول بيكون عمودي على A وعلى B فبالتالي الدوت برودكت لهالفيكتور اللي هو الكروس برودكت فعليا هذا تذكروا انه فيكتور دوت A بيساوي صفر and نفسه A cross B is perpendicular to B معناته الدوت برودكت مع البي بيساوي صفر. بدي احط نقطة هون وبدي اضيف more او خلينا نقول بلغة ثانية particularly يعني بكتب فيها على التعيين تحديدا يعني the cross product شو مال الكروس برودكت شباب بيكون معامد على مين؟ على اي بلين بيحتوي الاي والبي. هاي بدي اوضح لكم اياها شوي. Particularly تحديدا the cross product is perpendicular to the plane اللي هو يعني اللي تكلمنا عنه زمان اللي هو مستوى او مستوي اسف to the plane which containing or which contains اللي بيحوي مين اللي بيحوي الفكتور A and B. اوكي شباب شو معناها اذا كان عندي بلين يا شباب فعليا بيحوي two vectors وهذا راح اسميه البلين راح اسميه بي او ماي جاد راح اسميه بي من كلمه بلين. اوكي هذا البلين فيه خاصيه انه بيحوي الاي والبي مع بعض خلينا نقول this is A this is B فبالتالي الكروس برودكت شباب بدي تطلعوا على السهم الأزرق هذا اللي هو الفكتر المفروض هذا الكروس برودكت هو راح يكون بما انه عمودي على A و B
اوكي يعني الزاويه بين وبين اي او بي راح يكون 90 درجه، فبالتالي اي بلين بحويهم طلع شلون ما بحركه لازم يكون عمودي على البلين، يعني الزاويه 90 درجه. اوكي يا شباب بدنا ننتبه لهالشيء بغض النظر هذا معنى التفسير اللي فسرته هون. اوكي يا شباب بنحطوا ببالكم انه دائما لانه هاي راح تلزمنا بعدين لما ناخذ معادله البلين، هذا راح يكون الاي كروس، دائما الاي كروس بي راح يكون عمودي على اي وبي وبالتالي عمودي على اي بلين بحويهم. بدي تفهموها باللغه هاي. اوكي يا شباب بسيطه جدا، هاي من الخصائص اللي اني اوبس تعنيني الصحيح فبدنا ننتبه لها. اوكي يا شباب فبدي تنتبهوا للاشياء. طيب خلينا نرجع ونشوف شو في معنى خصائص كمان، بدي تتبعوهن مع بعض مشان لما ترجعوا الكتاب وتقروا منه ضروري تقروا لي من الكتاب احسن من اي شيء ثاني، تكونوا عارفين مواقع. اوكي الخاصية الثانية اللي بتعنيني اللي هي الخاصية اللي هو قانون الصان يا شباب. قانون الصان، شو قانون الصان بيقول لي؟ قانون الصان شو بيقول؟ بيقول انه بدي تفهم الامور صح. الجزئيه الثانيه اللي بدي اياها اللي هي قانون الصاين، اخذنا المره الماضيه قانون الكوساين. الجزئيه الثانيه اللي بدي اياها قانون الكوساين كان مرتبط بالدوت برودكت، قانون الصاين نوعا ما مرتبط بالكروس برودكت. شو هذا بقول لي؟ بقول لي يا شباب انه ذكروا الشريطين هذولا قلنا معناهن طول. بقول لي انه طول A كروس بي A كروس بي، طول A كروس بي يساوي طول A في طول B بعدتنا عن بعض مشان ما تخربطوهنش مع بعض. في ساين الزاوية بيناتهم، ساين ثيتا، وير ثيتا بحيث أن is the angle الزاوية كما اتفقنا سابقا راح تكون الزاوية بين التو فيكتورز A and B. اوكي شباب لا تخلطوها مع تاعت الكوسان. الكوسان شو كانت تقول؟ The dot product of A and B is equal to طول A بطول B في كوسان الزاوية بيناتهم. شباب هناك الدوت برودكت رقم، هون ما بصير اقول الكروس برودكت بيساوي كذا، هون طول الكروس برودكت. بدنا تحطوا هذا الشيء ببالكم، اوكي بدي تعرفوها. ممكن بالاكسرسايز نلقى شيء نحله عليها لطيف، بس نيجي نحل الاكسرسايز ان شاء الله وبتكون الامور ان شاء الله واضحه. اذا ما لحقناش اليوم بنكمل المره الجايه او بكمل لحالي شويه، اللي بده يطلع بيقدر يطلع بعد ما تخلص المحاضره، بكمل لحالي شويه بحيث ننزل لكم موضوع كامل. بظل حل أسئلة وإكسرسايزز، إذا شرحت المفاهيم الأساسية أظن راح تكون بالنسبة لكل أمور سهلة إن شاء الله، إنكم تتابعوا فيديو مسجل لحالكم يعني بكمل على نفس الفيديو. أوكي مشان نستفيد شوية وقت. أيوة الجزئية الثالثة اللي بدي إياها مشان ما أنسى، هذا راح أتبعهم معكم تتبيع الصحيح لانه ما بعنينيش كثير، بس اكثر واحد بتعنيني الصحيح اللي هي اللي اخذوا جبر خطي بيعرفوا الشيء هذا. شباب بدي هون تعرفوا خاصيه ثلاث
اللي بدي اياه ثلاث تعرفوا المعلومه التاليه. بدي تعرفوا انه الكروس برودكت مش تبديلي. is not commutative مش تبديلي. شو يعني مش تبديلي؟ يعني يا شباب بدي تعرفوا بكل بساطة انه الـ A شو بيعني هالكلام؟ انه الـ A cross B لا يساوي B cross A. يعني مش من حقك تقول والله زي ما بدي بعمل كروس برودكت بين A و B. لا يعني يا شباب خليني أرجع فيكو على الصفحة هاي اللي أخذنا فيها التعريف. هون مش من شو معنى A كروس B؟ معنى A كروس B إنك تحط I J K بعدين تحط معاملات الـ A بالأول بالسطر الثاني بعدين معاملات الـ B بالسطر الثالث. مش من حقك تيجي تقول والله بدي أحط لا زي ما بدي بدي أحط معاملات B بالأول بعدين معاملات A. الترتيب مهم يا شباب. قال لك A كذا B كذا A. قال لك A كروس B يعني A بالسطر الأول الثاني B بالسطر الثالث. قال لك B كروس A يعني معاملات B بالسطر الأول بالسطر الثاني معاملات A بالسطر الثالث. You have to be care about that. على كل في شيء بيحميني لو خربطت بالطريقة هاي أو إني خربطت فعليا اللي بيحميني بقول لي اللي بدي أزيده الصحيح هون in fact بالحقيقة يعني أو بالواقع شو راح يكون عندي يا شباب؟ راح يكون عندي A بدي أكبر خط شوي هون A cross B this is equal أو this equals to negative B cross A. أوكي يا شباب؟ يعني بس الفرق إشارة سالب واللي أخذوا جبر خطي بيعرفوا أنه لما بدي أحسب determinant لمصفوفة اللي كنا نحسبها قبل شوي هاي اسمها determinant. إذا بحسب determinant لمصفوفة إذا بغير صف بصف في المصفوفة الناتجة الجديدة بتكون determinant إلها بساوي سالب determinant للمصفوفة القديمة. فهذا بديهي إذا ببدل صف بصف بدي أغير إشارة determinant أو يعني الإشارة بتصير سالب. وهون فعليا إذا أنت خربطت مثلا وحطيت A cross B حطيت B بالصفات يعني انت فعليا بدلت صف بصف. اوكي بديت تنتبهوا لهالجزئيه البسيطه. خلينا اروح اكمل معاك وهضلك مشان ان شاء الله ننجز الموضوع واذا لحقنا نحل شيء مثل ما قلت لكم نحله لانه ظل جزئيه بالنسبه لمهم الصحيح. اوكي شباب مثل ما قلت لكم انا بهمني دائما 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 انه البي كروس اي بيساوي ناقص اي كروس بي فهو مش تبديلي. فبدنا ننتبه لهالشيء. في معلومة بسيطة جدا ممكن نتطرق لها إذا إذا two vectors ما كانوا متعامد إذا بحققوا انسوا ليها هاي بدها تشبيه لأنه إذا ما كنت معكم ما رح تزبط. I don't care about that ما بدري إذا عمرهم أعطوك إياها right hand triple never mind about it never mind. في طبعا اذا عملت الفكتور الاول يا شباب هم بدي تتبعوا معي بالله اذا امكن. اذا الفكتور الاول ضربته بالفا والفكتور الثاني ضربته ببيتا طبعا هذول ثوابت يا شباب الفا وبيتا بتطلعوهم برا عادي وبتعملوا الكروس برودكت بتطلعوا الثوابت برا ما في مشكله فيها. خلينا نشوف عمليات توزيع. الكروس برودكت بتوزع على الجمع بس ديروا بالكم بوزعوا على الجمع بترتيبه لانه هنا مش تبديلي. يعني بقول A كروس B زائد A كروس C. A زائد B كروس C بقول A كروس C زائد B كروس C. يعني بحافظ على الترتيب مش على كيفي أقول والله C كروس A. No. ديروا بالكم لأنه مش تبديلي. طيب خلينا أكمل بالخصائص وبدي أرجع لها لأن بدي جزئية لحالها صحيح هاي فيها. جزئية بسيطة جدا A كروس B دوت C بتساوي C كروس A دوت B وبتساوي B كروس C دوت A. إذا بتحبوا تطلعوا عليها إذا بتلزمكم
طبعا اكيد يا شباب كونه اي و جي وكي متعامدات، فاذا بعمل دوت برودكت كروس برودكت اسف اي مع جي بتطلع كي، وجي مع كي بيطلع اي، وكي مع اي بيطلع جي طبيعي، لان احنا قلنا الكروس برودكت معامل عليهم. هذا تعريفه طبعا اللي كتبت لكم اياه بلغه الاي والجي والكي، هاي الديتيرمنت اللي شرحت لكم اياها، ما في شيء مميز. هذا المثال اتركوه، انا اقراوه اسف يعني انا اعطيتكم مثال غيريه بحيث انه يكون معاكم مثال زياده تقراوه. انا راح احل لكم برضه بعد مثل ما قلت لكم بعض الاسئله بعد شوي، ممكن استعرض المثال هذا مثلا استعراض معاكم. الاكزامبل الاول مثلا بسيط جدا، الاكزامبل الثاني مثلا معطيني اي وناقص جي واي زائد كي، فبالتالي انا بحط اي جي كي زي ما سوينا يا شباب. اذا بدي اعمل اي كروس بي بحط اي جي كي، بحط الاي بالاول، الاي معامل الاي واحد، معامل الجي ناقص واحد، معامل الكي صفر لانه ما فيش كي، الثاني معامل الاي واحد، معامل الجي صفر، معامل الكي واحد، بساوي زي ما سوينا بالاول بغطي هون يا شباب. اوبس بعتذر، ما خليني استخدم شيء ثاني صحيح مش شر. مثل ما قلت لكم يا شباب بغطي هاي وهاي، راح ضل عندي ناقص واحد، ما فيش داعي تكتبوا هذا كله اصلا، خلص راح تقول لي ناقص واحد ضرب واحد واحد ناقص صفر بصفر صفر راح تطلع ناقص واحد، فراح تطلع معامل الاي ناقص واحد. او اذا بدكم مثل ما قلت لكم تحطوهم باللغه هاي برضو بصير، راح يطلع عندك اول عدد واحد ناقص واحد، ثاني عدد، بعدين انتم حولوهم لاي وجي وكي اسهل لكم. بعدين اللي راح اجي راح اغطي على مين؟ على هاي وهاي، فبدي الشاب وهذا شو اللي راح ضل معي؟ واحد واحد وصفر وواحد، راح اقول واحد ضرب واحد، واحد ناقص صفر ضرب واحد صفر، راح يطلع عندي واحد. وديروا بالكم قلت لكم الاحداث الثاني لازم يكون عندي هون ايش؟ في اشاره سالب يا شباب، فبالتالي راح تكون سالب واحد، لا تنسوا لي شيها السالب هاي نوهت عليها كثير. بعدين راح اغطي على مين؟ على هذا، بدي احط عليهم بالاسود هذول مشان يبين شطبهم الصحيح. راح يضل عندي واحد ضرب صفر صفر ناقص من القاعدة ناقص واحد ضرب ناقص واحد ناقص واحد، وفي ناقص راح يصير واحد، فبالتالي راح تجيني كي، وعملية بسيطة جدا. فهذول راح يطلع ناقص واحد وناقص واحد وواحد، أو ناقص اي ناقص جي زائد كي، it is the same. يعني هذا اشي برجع لك انت شلون بدك تكتبهن، بحس انه بالأقواس أسرع شوي اني بحل، فبنا ننتبه للأشياء. بعد معنا شوية وقت اوكي، هذول بدكم تقراوهن انتم يا شباب، اقراوهن غالبا مش راح ندق فيهن كثير. بدي ارجع لشيء مهم الصحيح او جزئي لازم استعرضها الصحيح معاكم مشان نروح على الوايت بورد ونشوف شلون ممكن نحل اشياء من هالقبيل. اوكي نطلع هون يا شباب شو الصيغه هاي المعطيني اياها. volume of the parallel pipe، شو البارلل بايب؟ بكل بساطه هذا راح غالبا ينسال عنه يا شباب، فبدي تنتبهوا للشيء هذا. هذا شيء راح ننسال عنه، the volume of parallel pipe. هسه بنروح بنحل لنا واحد احنا ما فيش مشكله على الوايت بورد وبنعطيه ايتم مش مشكله، بس بدي تعرفه الفوليوم. القاعده هاي بدي تحفظوا لي اياها، بتساوي القيمه المطلقه للاي كروس بي دوت سي. يعني شو اللي راح يعطيك؟ راح يصير يقول لك بدي حجم البارلل بايب اللي الفيكتورز هذول ايجز له، راح يعطيك ثلاث متجهات ويقول لك ايجز حواف له، بدي توجد حجمه بس بتروح بتوجد الكروس برودكت لاي متجهين على فكره بغض النظر شو سماهم، وبتعملهم دوت برودكت مع الثالث، الجواب بيطلع معك بتاخذ القيمه المطلقه بيطلع معك اللي هو حجم البارلل بايب. بس شو البارلل بايب؟ اللي هو متوازي المستطيلات او شو بيسموها، مش متوازي المستطيلات اسف شو بالعربي احنا كنا نسميه، اللي هو
زي الموشور بس مش 100% طبعا. يا شباب هذا بيعرف شو كنا نسميه بالعربي؟ وزي متوازي المستطيلات بس بيكون في انحراف شوي. طبعا متوازي المستطيلات اذا كان ان 3 فيكتورز متعامده بيساوي متوازي المستطيلات. بيكون مالي شوي هذا خلينا نقول. اذا انا برسم صح ممكن نطلع على الامور بالاتجاه هذا. حاسس اني مش دقيق كثير بس يعني. مش بالضرورة طبعا تكون الزوايا قائمة لانه طلع هون الزوايا مش بالضرورة. هذولا مثلا ممكن يكون قائمات بس هذا الثالث لا. فبالتالي بيكون في انبعاج معين فيه. اوكي شباب نوعا ما ما بعرف هذا متوازي المستطيلات اللي رسمته اني بس بطريقة مختلفة. anyway على كل حال بيكون عندي الحواف متجه اول اسمه A، متجه ثاني اسمه B، ومتجه ثالث اسمه C. طبعا مثل ما قلت لكم انت لك الخيار. فبكل بساطة هاي القاعدة بتحفظ لي اياها. اوكي يا شباب تحفظوا لي القاعدة هاي لا اكثر ولا اقل، اللي هي الفوليوم راح تكون القيمة المطلقة للـ A كروس B دوت C. خليني ارجع اكتب لكم اياها هناك كجزئية برضه. الجزئية بجزء الرابعة اللي بدنا اياها بالـ Properties ذا فوليوم اوف ذا parallel pipe is او خلينا نقول whose edges حوافه are a متجه B متجه and C متجه. يعني راح اعطيك متجهات. is الفوليوم راح تكون عبارة عن مطلق تاخذ اثنين منهم اي اثنين ما بيهمنيش الترتيب تعمل كروس برودكت لهم. بعد ما تعمل كروس برودكت تعمل دوت مع الثالث وبتاخذ المطلق لانه هذا الجواب عاد جدا يطلع سالب عاد جدا يطلع موجب. فاحنا بنتكلم عن فوليوم فبالتالي الفوليوم موجب. خلينا نشوف سؤال ونحله لانه ما في امثله افضل من كتابنا حالها عليه. فخلينا نشوف لنا سؤال من اسئله الكتاب ونحله على هالموضوع. خبرهم باسفل الصفحه. طبعا يا شباب اذا اعطاك نقاط زي هيك بتشكل الفكتور زي ما كنا زمان نساوي. السؤال طبعا هون بيقول لي find the volume of the parallel pipe with edges given by. اول واحد مثلا سؤال 27 خلينا نحل سؤال 27. سؤال 27 معطيني الفيكتورز وطلعوا على فكره مش مسميهن على الاطلاق A و B و C. ليش؟ لانه انت مثل ما قلت لكم تملك الحق تختار اللي بدك اياه. فهو ماخذ i زائد j 2 i ناقص k الاول ماخذه i ناقص j الثاني ماخذ 2 i ناقص k والثالث 3 j زائد k. راح يكون 3 فيكتورز. شباب مش راح ارجع اعيد السؤال نصه. بدي اوجد الفوليوم اوف ذا بارلل بايب هوز ايجز ار اللي هم اي ناقص جي هذا اول فيكتور.
الفكتور الثاني 2 i ناقص k. والفكتور الثالث اللي هو 3j ناقص زائد k. هذا واحد. اثنين تسموهن A, B, C. انت حرين. بس ما انا ما بفضل لانه هم بدي يظلوا فاهمين انه العملية عملية عشوائية. انت اختار اثنين. اي اثنين. اعملهم كروس برودكت واعمل دوت برودكت مع الثالث. اوكي يا شباب. فاول خطوة الستيب الاولى. انه بدي اوجد الكروس برودكت between any two of them. فبكل بساطة راح اروح لاول اثنين. لانه اسهل لي الصحيح. بدكم تروحوا لاخر اثنين برضو بصير. بدكم تروحوا لاول اثنين بصير. This is up to you. فلا هم اذا اخذت اثنين تاخذ الثالث. بالدوت برودكت. فبالاول بتوجد الكروس برودكت. ومش راح اسميه على فكرة. A و B. مش راح اسميه. فانا راح اساوي الكروس برودكت. راح اكتبهن بالاي والجي والكي يا شباب. اوكي. لانه قبل شوي حطيت بالاقواس بدي اكتبهم بالاي والجي والكي برضو مشان تلفوا الثنتين. وانتم حرين شو اللي بدكم تساووه. انت حر بورقتك وبينك وبينك نفسك بورقتك وقلمك شو بدك تكتب شو بدك تحل. This is up to you. انت اللي بتلقاه اسهل لك يمشي عليه. فالفكتور الاول معامل الاي واحد معامل الجي ناقص واحد معامل الكي صفر. الثاني معامل الجي الاي اثنين معامل الجي كونه مش ظاهر صفر معامل الكي هون ناقص واحد. Anyhow هاي راح تساوي لي بكل بساطة إذا بدي ألغي صفر وعمود I راح أظل عندي ناقص واحد بواحد ناقص واحد. هذول صفر لما أضربهم بعض. فهي راح تكون ناقص I. بعدين راح يجيني ناقص. شباب ديروا بالكم هاي الناقص نزلوها دائما. معامل الجي بدك تلغي صفها وعمودها راح أظل عندي واحد اثنين راح أظل عندي صفر واحد. ما فيش داعي تظل تشطب وتلغي وكذا. انا بالاول كنت احط الوان مشان تنتبهونين. بس بكل بساطه لغيت هذا وهذا راح يظل عندي واحد بواحد واحد ناقص صاد بهذا صفر راح تطلع واحد. فهي برضو جي. بعدين بلغي كي راح تطلع واحد بصفر صفر ناقص ناقص الواحد موجب واحد ضرب اثنين راح تطلع اثنين زائد اثنين كي. هذا الكروس برودكت. اوكي اوجدت كروس برودكت لتو اوف ذم اللي هم الاول والثاني. هذا واحد كروس اثنين يعني المتجه رقم واحد سميته كروس المتجه رقم اثنين كان بيساوي هذا الشيء. هاي الخطوه الاولى. الستيب الثاني بكل بساطه بتعمل دوت برودكت للي طلع معك مع الثالث. فانت بتعمل دوت برودكت بتوين ماينس اي ماينس جي اللي طلع معك بلس 2 كي تعمل دوت برودكت مع الثالث اللي هو 3 جي زائدا كي. وهاي لما اعمل دوت برودكت احداثي اي طاير فبالتالي صفر عندي راح تطلع 3 ضرب معامل جي ناقص 3 2 ضرب معامل كي اللي هو 2 وبالتالي هاي راح تطلع ناقص 1. الخطوه الاخيره كل بساطه بدك الفوليوم. الفوليوم راح تكون مطلق هالشيء اللي طلع معك اللي هو ناقص 1 واللي هو بيساوي 1 كيوبيك يونت. خلينا نقول اوكي يا شباب اللي هي وحده حجم. اوكي يا شباب بكون هيك خلصنا بالنسبه للسؤال هذا. انيهاو وانا شكلي تجاوزت معاكم بالوقت. في سؤال ظل بدي احله. هيك خلصت الموضوع. ظل شوي بدي اعود استعرض لكم الاسئله بعد شوي. بده يضل معي ظل بده يطلع بس 5 minutes. بدي احاول استعرض لكم الاسئله مشان لو حليتوا منهم او بلشتوا تحلوا يعني شلون معنى هذا السؤال ومعنى هذا السؤال وكذا. وفي جزئيه بسيطه بدي اعطيكم عليها بالاكسرسايز. في سؤال بالاكسرسايز بدنا نحاول نشوفه ونحله. اللي بده يضل واللي ما بده يطلع اكيد الكل حريه. اللي بده يطلع في مسجله وراح ننزل فيها ان شاء الله. فاللي مش راح يضيع عليكم شيء. اللي المفروض طبعا اللي ضل شيء بسيط بالنسبه لكم اذا فهمتوا اللي بنتكلم عنه.
لك الخيار اذا بدك تطلع. اوكي خلينا نرجع استعرض الاسئله شو اللي بده اياه منهم على الاقل الضروريات والمطلوبات معنا بالسلبس شو اللي بدنا اياه. السؤال الاول من 1 ل 20 بده اوجد ايش يا شباب؟ بده اوجد ال بدي اوجد الكروس برودكت بس معطيني فيكتورز وبدي اوجد الكروس برودكت. مرات بطلب مني الكروس برودكت مع الدوت برودكت وما الى ذلك. هاي شغلات بسيطه جدا اما بتحسبوها او بالقواعد بتقدروا تطلعوا على الامور. فبتمنى انكم تشوفوهن او تحاول تحلوهن. طبعا اوكي سؤال 21 بيقول لي find the unit vectors which are perpendicular to both A and B. طبعا find two unit vectors لما اقول لك بدي توجد vector unit او مش unit بغض النظر بيكون معامد على two vectors بدك توجد لي cross product لهم. طبعا بيقول لي اوجد unit vectors اثنين هو two بيقول لي او the unit vectors صحيح بالغالب هذول بيكونوا اثنين يا شباب. هسه بعلق عليهم شو هن الاثنين بدهم يكونن. اوكي فبالبدايه لما بقول لك يونت فيكتورز بتروح توجد الكروس برودكت للتو فيكتورز هذول. بمجرد ايجادك للكروس برودكت لهم شو بصير معك؟ بتوجد اللي هو الفيكتور الثالث اللي معامد عليهم. بدي اياه يونت فيكتور توجد طوله بتقسمه عليه. بالغالب قلت لكم بيكونوا اثنين، وين الثاني راح يكون؟ اللي هو عكسه بالاتجاه، يعني بتضربه بسالب. فواحد منهم راح يكون، طبعا يا شباب خلينا ارسم لكم اياهن مشان تكونوا عارفين، لانه سؤال 22 نفس الشيء. فان كان عندي مثلا A وكان عندي B مثلا تو فيكتورز وبدوا المعامد عليهم، راح يكون في عندي تو معامد عليهم، تو فيكتورز معاملات عليهم. الاول اللي هو هذا اللي هو الكروس برودكت، والثاني اللي عكسه بالاتجاه. اوكي يا شباب فبالتالي بدو تحطوا بالكم الموضوع هذا انه A كروس B راح يكون معامد على A and B. This is A, this is B. وبدو الثاني راح يكون عكسه بالاتجاه. A كروس B. اما طبعا اذا وجدت هذا بس بتضرب بايش؟ بشار السالب مشان يكون عكسه بالاتجاه. بس ديروا بالكم وبدو اياهن يونت فيكتورز. فبالتالي بعد ما توجد A كروس B توجد طول A كروس B ومن ثم بتقسم على الطول. اوكي يعني كيونت راح يكون بده اليو لل A كروس B راح يكون هذا A كروس B على طوله. هذا طوله نفس طول هذا يعني بس بتجيب الناقص A كروس B برضه بتقسمه على طوله. هذا المطلوب معي بسؤال 21 و22. اوكي اوصل السؤال اللي بعده شو اللي بده اياه مني؟ اللي بده اياه بكل بساطه بقول لي من 23 ل 26 find unit vector n which is perpendicular معامد to the plane. هذا معامد للبلين p q r بحوي الثلاث نقاط هذول. and find the area of the triangle b q r. اوكي يا شباب هذا هسه برجع بعلق عليه بس خليني اكمل الباقي لانه بجوز بدنا نحل جزئيه منه صحيح. find the volume of the parallel pipe with the edges given. هذا راح علينا واحد بتحلوا الثاني والباقي اظن شغلات خصائص بهم نتمرسوا الاشياء given that كذا كذا. هذا نفس الشيء يا شباب بده الفوليوم للبارالل بايب معطيني اربع نقاط. بدي اوجد البارالل بايب للفوليوم له اللي هوز ايجز بي كيو بي ار بي اس. هذول يا شباب بسيطات جدا. كل اللي بدي تساوي لي اياه فيه انه بس تشكل الفيكتورز هذول. اتذكروا شلون باول محاضره او ثاني محاضره اعطيتكم شلون نشكل فيكتورز بين النقاط. راح تقول بدي البي كيو يعني بدي عناصر الكيو ناقص عناصر البي. بدي البي ار بدي الار يعني احداثيات الار ناقص احداثيات البي. بدي البي اس راح اخذ هذا البي والاس راح اقول بدي احداثيات الاس ناقص احداثيات البي بتكون شكل التضل وبترجع لنفس القاعده. هاي الاشياء انا ما بديش اياها اجمالا
اوكي خلينا نروح للسؤال هذا بعد اذنكم، بس دقيقة تحملوني ثاني.